ورجعنا من الاستراحة وهنقول عملنا ايه في الشوطين اللي فاتوا. احنا عملنا البوريك التركي وعملنا له حشوة كده بسيطة، طبعا الحشوة ترجع لحضراتكم، لكن فكرة التكنيك او الشكل العام بسيطة وسهلة ولطيفة جدا، وتقدروا تستفيدوا بده بالخلطة اللي احنا عملناها دي في اي حاجة في المخبوزات عايزين تستخدموها فيها. طيب هنعمل دلوقتي سلطة لطيفة جدا لمحبي حمص الشام، علشان هم قالوا عايزين سلطة حمص بالخضار. احنا قبل كده عملنا الحمص بالطحينة، هنعمل النهاردة الحمص بالخضار، بس الحمص حب، يعني هيكون ازاي هنشوف مع بعض. عندي حمص مسلوق على حسب حضراتكم عايزين كمية قدية، انا طبعا هستخدم حمص الشام، حمص مسلوق بتاع مليان. عندي خيار متقطع، وعندي طماطم شري او طماطم عادية، بصل احمر شرايح، فجل شرايح، جرجير، بقدونس، عصير ليمون، وخل مليان، وزيت زيتون، وملح وفلفل. وإذا حابين تضيفوا خس كابوتشيا مفيش مشكلة خالص، الكابوتشي حلو برضو، أو الخس البلدي يتقطع بيبقى رائع، اللي يعجب حضراتكم. طيب أنا دلوقتي هبدأ أجيب كده بولة كبيرة كده. ورجعت لنا أم طه، أهلا وسهلا. ألو، ازيك يا شيف؟ أهلا بيك أم طه، أهلا وسهلا. منورة الشاشة يا حبيبتي. يا رب يسعدك ويديك الصحة. أنا عايزة أبارك لك على البرنامج، ألف مبروك. الله يبارك في عمرك يا رب، كتر خيرك. شكرا، احنا حبيناك من كتر كلام ام اسلام عليك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. شكرا العظيم. يا رب يخليك، يا رب يسعدك. اللفته اللي انت عملتيها ساعه ما رنيتي على فيفيان وكلمتيها على الهوا، ده طبعا لازم ابارك لها، يعني هو يعني القلوب دي، ايه المانع ان انا ابارك لشاف تانية؟ يعني ايه المانع؟ لا انت كلك ذوق والله. الله يخليكي، الله يخليكي، يا ربنا يحسن ما بين ايديك. امين يا رب. ام طه تسلمي لي ويسلم ذوقك والله. الله يسعدك. طب مالكيش اي طلب يا ام طه؟ الطحينه انا مش عارفه اعملها خالص. الطحينه من السمسم يعني؟ مش هديكي مقادير مظبوطه دلوقتي من عيني. تسلم عينك يا حبيبتي. واهم حاجه السمسم ما يبقاش محمص عشان ما تمررش وما تبقاش غامقه. هقول لك على طريقتها من عندي، والعندي حاضر ام طه، من عيني حبيبتي. طيب هنعمل ايه بقى؟ احنا بنحط كده اللي موجود. انا بحب الفجل، واحنا يعني احنا مفتقدينه شويه او مش بنستخدمه كتير، مش عارفه ايه السبب، يعني ليه احنا بقينا ننسى الحاجات دي. رغم زمان والله كنا لما نيجي ناكل اكله سمك يقول لك لازم الفجل والجرجير مهمين، ونحط كمان بنجيب معاهم الخضروات الاخرى يعني مهمه. ادي جرجير. انا بقى عايزه سلطه تبان ايه، يعني فيها الحاجات بتاعتنا الورقيه الحلوه المفيده، وفي نفس الوقت ما بنستخدمهاش كتير، نتبسط بيها شويه. طيب هاخد كده الطماطم اللي موجوده عندي، عايزين تضيفوا فلفلايه خضراء ماشي، يعني دي حاجات زي ما انتم موجود في البيت عندكم. شويه بقدونس كده حلوين، بقدونس ده مفيد قوي وحلو قوي، مهم جدا الخضروات دي والجرجير، بس اهم حاجه تتغسل بشكل كويس. خليني بقى ايه، انا شكلي مش هرتاح في البوله دي، فخليني ايه هعمل دريسنج في البوله التانية. طيب عندي بلح الحمص الشام، بس انا هعمل بلح الشام فقفش معايا حمص الشام. بصوا بقى الحمص الشام مسلوق وكل حاجه، انا هنا بنقعه. بصوا ده حمص الشام، ده الحجم بتاعه بتاع مليان، من الاحجام الحلوه اللي ممكن نستخدمها في الاطباق اللي هي ايه، الطواجن. يعني عايزين تعملوا طاجن كوارع وتحطوا فيه شويه حمص في الفرن، عايزين تعملوا شويه عكاوي تحطوا شويه خضار وشويه حمص معاهم، مش مشكله. الناس اللي بتحب استخدام الحمص في بعض الطواجن بتاعتها هيبقى حلو قوي. تعملوه كمان حمص وتاكلوه، تعملوه في السلطه مفيش مشكله. يعني هو حجمه انا شايفاه حلو جدا، شايفه سعره كويس، وشايفاه كنوع من انواع الحمص الشام، يعني حجمه كويس. طيب هنعمل بقى كده، هاخد شويه، انا هنا اقطع الطماطم الايه الجميله دي، خليني اخد دي مع الصغيره، هقطعهم بس كده هنا انصاف، انا عايزاها تبقى انصاف. الكبيره ممكن نقطعها ثلاثه. ومعانا ام اسلام، اهلا وسهلا حبيبه قلبي. حبيبتي والله منوره الدنيا كلها. وربنا يخليكي، منور باتصالاتكم والله بجد. ام اسلام تسلميلي يا حبيبتي. بصي انت ليكي جمهور جميل قوي قوي، حبيبتي كلهم بيدوروا عليكي والله حبيبتي، تسلميلي
والله انا مبسوطه اني بسمع صوتهم. انا عارفه ان انا ما قلتش، بس فعلا بجد الواحد بيعرف قد ايه هو يعني هو فين من سؤال الناس عنه ومن اهتمامهم بيه. ده اكيد، ده اكيد والله. وانا شخص بحب اعيش على الواقع، يعني بحب اعرف انا فين. وصدقيني والله بجد بالعمر عمر ما حد من عيلتي معاه رقم يعرف انا فين. يعني هما ممكن يشوفوا بالصدفه، وده على هما بيقلبوا كده على اليوتيوب، اكتر من كده مفيش. فانا فعلا بجد ببقى سعيده لانه انا حد حابب اسمع صوت الناس اللي بتبقى شايفه، واعرف انا فين من كل الحاجات الحلوه اللي الناس بتشوفها دي. تعالوا بقى معانا عزه، اهلا وسهلا مدام عزه، اهلا بيكي. الو، طب حاولي تكلمينا تاني. انا هستخدم خل مليان، هحط معلقه واحده. معانا عزه رجعت لنا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. ربنا يخليكي، والاكل اللي انت بتعمليه كله جميل جدا. الله يخليكي وشكرا ليكي والله. تسلم ايدك، وكل سنه وانت طيبه. ما شاء الله طيب. ما شاء الله، يعني انت بتفتحي نفسنا على الاكلات الجميله دي. حبيبه قلبي كتر الف خيرك يا رب. شكرا ليكي. شكرا لزوجك. انا من عشاق نادي الاهلي يا حبيبتي، وبتمنى للاهلي ان شاء الله يوم السبت قدام الرجاء يا رب. يا رب دعواتنا ليهم يا رب. أمين. دعواتنا ليهم. امين امين. بعشق النادي الاهلي. بالتوفيق حبيبتي. حبيبتي شكرا ليكي ولذوقك. ويوفقك دايما يا رب، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. امين يا رب العالمين. تسلمي لي، بشكر حضرتك. كل دعواتنا للنادي الاهلي، واحنا بظهره ومش هنسيبه. يا حبيبي الاهلي جمهور الاهلي كبير وشريحه كبيره فعلا. شعب النادي الاهلي مهما يحصل اكيد ربنا يكرمهم يا رب ويوفقهم يا رب يوم السبت ان شاء الله. امين حبيبتي شكرا. والله انا مكالمتي دي لحب لحضرتك حبيبتي، ودعواتي للنادي الاهلي. أشكرك. انا بعمل حاجه اسمها النادي الاهلي. يا حبيبتي تسلمي، ومحبتك اكيد وصلت للنادي الاهلي ودعواتك بحبهم الجميله. بحبهم، ده انا اتمنى كده اروح لهم والله في التمرين واتفرج عليهم. يا حبيبتي ان شاء الله والله نعمل كده حلقه جميله تبقى هناك، وكلنا نبقى موجودين ونجمع كل حبايب ومشجعي النادي الاهلي ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا، نورتيني وشرفتيني، وتحيه لحضرتك. شكرا جزيلا. اكيد كلنا، كل واحد فينا، اسمحوا لي اوضح حاجه، كل واحد فينا بينتمي لنادي بيحبه، يعني عنده ولاء ليه، فدي حاجه حلوه. ومش معنى كده انه احنا هنختلف، يعني استحاله. اكيد كل حد فينا بيشجع مكان معين بيعتز بيه برضو وبيحبه جدا، ومش عيب ان الواحد يذكر محبته او يعبر عنها. ده مش معناه ان الباقي الناس اللي بتشجع حاجات اي نوادي تانية تبقى حاجه وحشه، يعني بالعكس، بالعكس خالص اطلاقا. يعني احنا في الاخر كلنا مصريين، وكلنا بنشجع يعني الناس اللي موجوده في بلدنا، بيعملوا على رياضات مختلفه، بيشرفونا بره مصر ايا كان اسم النادي اللي موجود على فكره. لكن طبعا خلينا نقول انه النادي الاهلي من النوادي او من اوائل النوادي اللي كانت موجوده وليها قصه كبيره انا بعتز بيها لما قريتها جدا جدا. واحنا كبرنا وسمعنا عن ابطال الاهلي، والنجوم دي راسخه جوانا من واحنا اطفال، ما بنقدرش ننساهم على فكره كاسماء حتى الان. فتحيه طبعا ليهم، وتحيه لكل من بيشجع الاهلي. طيب هحط كده طبق السلطه بتاعي، بصوا طبق رائع وخفيف وما فيهوش اي حاجه، وتاكلوه بصحه وهنا. واستخدمنا فيه مكونات ما بنستخدمهاش في العادي. دلوقتي بقى هستعد لتقريبا الاكسترا تايم خلص، معرفش هيبقى فيه ليا ضربات جزاء، لكن هحاول بعد الاستراحه اللي جايه دي نشوف ضربات الجزاء ونعمل حلو معانا سريع وبسيط. منتظره حضراتكم.